السلام عليكم ورحمة الله إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. أجدد الترحيب بكم من خلال فيديو جديد تتمة للسلسلة الخاصة بموديل فلوريستيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثالث والأخير ديال التي دي اللي كما سبق وقلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، وغادي نعاود نقولها لكم بأنه هاد المفاهيم هادو وهاد التسميات هادو اللي شفنا واللي غادي نشوفو فضروري خاصك انك تضبطهم وتفهمهم وتحفظهم الا بغيتي تمشي مزيان في هاد الموديل هذا، لان هاد التسميات هادو هما اللي غادي نبداو نتعاملوا بهم فاش غادي ندوزو لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونجيوسبير، يعني فاش غادي نشوفو هادوك لي فامي ديال لي زونجيوسبير مولا ديال النباتات الزهريه، فغادي نبداو نتعاملوا غير بهاد التسميات هادو اللي شفنا في التي دي. انت الا ما كنتيش عارف هاد التسميات هادو وما عرفتيش شنو تيعنيو، فغادي يجيك يعني الامر شويه صعيب فاش غادي تدوز يعني لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونجيوسبير. فبلا ما نطول عليكم يعني الفيديو، ندوزو للشرح مباشره. اذا شفنا في الفيديو الاول شفنا لاباراي فيجيتاتيف، دونك شفنا لي في، شفنا لي تيج، شفنا لي غاسين، شفنا كل حاجه كيفاش تكون، شفنا كل اشنو تنسميو يعني كل يعني كل بالنسبه لي في كيفاش تنسميو يعني لي بوزيسيون ديالهم كيفاش يعني واش تيكونوا سامبل واش كومبوزي اكسيتيرا. المهم هادشي كامل راه شفناه. ثم دزنا الفيديو الثاني شفنا لاباغاي روبروديكتور اللي هي لا فلور، شفنا لا كومبوزيسيون ديال لا فلور، وركزنا على لوندروسي يعني لاباغاي روبروديكتور مال يعني لي زيتامين، شفنا هذوك لي زيتامين تاعهم كيفاش يكونوا، شفنا التسميات ديالهم اكسيتيرا. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا لاباغاي روبروديكتور فيميل اللي هي الجينيسي، وحنا عرفنا بان الجينيسي راه هي لونسومبل ديال لي كاربيل، يعني غادي ندوي على لي كاربيل يعني على لاباغاي روبروديكتور فيميل. فنذكروا يعني بلا كومبوزيسيون ديال هاد ديال الكاربيل، يعني منين تكون الكاربيل. دونك هادشي راه شفناه في الفيديو اللي فات. قلنا الكابيل تتكون لينا من الستيغمات، يعني هنا فين تيلصقوا لينا حبوب اللقاح هنا هاد الستيغمات، ثم كاين عندنا لو ستيل، ثم كاين عندنا لوفير او المبيض، ووسط من لوفير كاين عندنا لي زوفيل. دونك هادي هي لا كومبوزيسيون او هادو هما المكونات ديال لوفير. فاحنا اللي تيهمنا قلنا هما هاد التسميات هادو اللي غادي نشوفو من بعد. اذا اول حاجه غادي نبداو بها لا بوزيسيون ديال لوفير، يعني هاد لوفير هادي كيفاش تكون، او الجينيسي يعني كيفاش تكون لا بوزيسيون ديالها في هذيك لا فلور. اذا كاينين دو تيب، كاينه اما جينيسي او لا كاربيل انفير او كاربيل سوبر، اما انفير اما سوبر. اشنو تنقصدو بسوبر؟ سوبر دونك كيما هنا شفنا قلنا كاين عندنا لو بيدونكيل فلورال يعني الساق ديال الزهره، ثم كاين عندنا لو ريسيبتاكل فلورال. لو ريسيبتاكل فلورال قلنا هو هذا اللي بحال هذا اللي داير بحال المطرقه، هذا اللي بالخضر هنا يعني يعني النهايه ديال لو بيدونكيل فلورال، هذا كل اللي نسميه لو ريسيبتاكل فلورال. الشيء راه شفناه. اذا فاش تكون، فاش يكونوا لي كاربيل، الكاربيل هذوما اللي بالزرق، فاش يكونوا لي كاربيل فوق من لو نيفو ديال لي سيبال، شوفوا هنا لي سيب، شوفوا هنا لي سيبال، ها هما لي سيبال، ها لو نيفو ديالهم، شوفوا الكاربيل كاينه فوق من لو نيفو ديال لي سيبال، هنا تاني لي كاربيل كاين من فوق من لو نيفو ديال لي سيبال. فهنا فاش يكونوا لي كاربيل فوق من لو نيفو ديال لي سيبال فهنا تندويو على كاربيل سوبر، على عكس فاش تكون، فاش يكونوا لي كاربيل تحت من لو نيفو ديال لي سيبال، هنا هذا قلنا ما تنبقاوش نسميوه ريسيبتاكل فلورال، تيولي تسمى كونسيبتاكل فلورال. دونك لوفير فاش شوفوا هنا لي سيبال ها هما فين لاصقين، هادو اللي بالخضر فوق، وشوفوا لوفير كاين لتحت هنا تاني، ها لي سيبال فين كاينين الفوق، وشوفوا لي زوفير اولا لي كاربيل كاينين لتحت. اذا هنا تندويو فاش يكون لي زوفير اولا فاش يكونوا لي كاربيل تحت من لو نيفو ديال لي سيبال، هنا تندويو على كاربيل انفير. اذا قلنا اما كاربيل سوبر اما كاربيل انفير. هنا صور حقيقيه باش تشوفوا، دونك هنا شوفوا لي كاربيل، ها لي سيبال هما هادو، شوفوا لي كابيل كاينين الفوق، شفتو اذا لي كابيل كاين الفوق. اذا هنا تندويو على جينيسي او لا كابيل سوبر، هنا تاني تندويو على جينيسي او لا كابيل انفير، فاش يكونوا لي كابيل ها هما تيكونوا تحت من لو نيفو ديال تحت من لو نيفو ديال لي سيبال. ندوزو دابا نشوفو لو نومبر دي كابيل، يعني كيفاش نحدو لي نومبر دي كابيل. ف لو نومبر دي كابيل تيتعلق بلو نومبر ديال لي سيغمات، ولكن ماشي دائما صحيح.
إذا مثلا عندنا 5 ديال لي ستيغمات، دونك راه عندنا 5 ديال لي كاربيل بحال مثلا هنا، دونك هنا 5 ديال المدقات، دونك 5 ديال لي ستيغمات، دونك نورمالمون غادي نسنتجو بأنه راه كاين عندنا 5 ديال لي كاربيل صافي. بحال هنا عندنا 1 2 3 4، ولكن عندنا ستيل واحد. إذا واخا ستيل واحد، إذا راه كل راهم دي ستيل اللي هما سودي، اللي هما مجموعين، فهم دي ستيل اللي هما مجموعين سودي. دونك عندنا 5 ديال لي ستيغمات، دونك 5 ديال لي كابيل، ولكن هذه القاعده ماشي دائما صحيحه. بحال مثلا هنا في عند الليمون، الزهره ديال الليمون الا حيدناها غادي تبان لينا ستيغمات واحده وستيل واحد. اذا هنا غادي نقولوا بانه عندنا كابيل وحده، ولكن لا، هنا فاش نحيدوا ديك الفخوي ديك الفخوي يعني ديال الليمون، او الليلة جينا وقطعنا هاد لوفير هادي بسميتو يعني قطعناها بحال هكا، فغادي نلاحظوا بانه راه كاين عندنا مثلا 9 ديال لي لوج او 10 ديال لي لوج، يعني مثلا عندنا 4 ديال 9 ديال الغرف او 10 ديال الغرف، يعني باش نفهموا. اذا هنا غادي نسنجو بانه راه كاين عندنا 9 ديال لي كابيل صافي، 9 ديال لي كابيل. اذا هنا غادي نقولوا بانهم سو سون دي كابيل اللي هما سودي، يعني بان هاد لو ستيغما راه ماشي ستيغما واحده، وانما راهم 9 ديال لي ستيغمات او 10 ديال لي ستيغمات، ولكن سودي يعني ملاصقين. وهاد لو ستيل هذا راه ماشي ستيل واحد، وانما راهم 9 ديال لي ستيل او 10 ديال لي ستيل سودي. دونك هنا غادي ندويو على واحد جوج ديال المفاهيم اللي شفنا يعني من قبل، اللي شفناهم في عند لي زون دروسي، شفناهم عند لي بيتال لي سيبال اكسيتيرا، وهما ديك ديالي وغامو. قلت لكم عقلوا على هاد ديالي وغامو، راه غادي نبقاو نستعملوهم بزاف. دونك ديالي تنقصدو بها ليبر، دونك ديالي كاربيلي، دونك سو سون دي كاربيل ليبر. كيفاش دي كاربيل ليبر؟ يعني كل كاربيل عندها لو ستيغمات ديالها بوحدها، ولو ستيل ديالها بوحدها، ولوفير ديالها بوحدها. مثلا عندنا واحد لا فلور بحال مثلا هنا، ها هو مثلا عندنا هنا كاين عندنا لو ستيغمات ولو ستيل ولوفير، ستيغمات ستيل اوفير، ستيغمات ستيل اوفير. دونك سو سون دي كابيل اللي هما ليبر بحال لي زيتامين ليبر. باش قلنا مثلا ديالي ستيمون، دونك ديالي ستيمون يعني راه كل ايتامين بوحدو، كل ايتامين عنده يعني هذاك لونتيغ ديالو والفيلي ديالو، كل ايتامين عنده لونتيغ ديالو والفيلي ديالو. بحال هنا ديالي كاربيل، يعني كل كاربيل عندها لو ستيغما ديالها، لو ستيل ديالها، ولوفير ديالها. اما غامو كاربيلي، غامو كاربيلي يعني تيكونوا دي كاربيل اللي هما سودي بحال اللي شفنا عند الليمون، يعني تتبان لنا حنا بالعين المجرده راه غير ستيغما واحده وستيل واحد، ولكن هما راهم مجموعه ديال لي ستيغمات وملاصقين مع بعضياتهم يعني سودي، ومجموعه ديال لي زوفير ولا مجموعه ديال لي كابيل اللي هما سودي مع بعضياتهم. هنا تندوي على غامو يعني تنقصدو بها سودي. هنا باش نفهمو اكثر، كما تلاحظ دونك ديالي كابيل، شوفوا هنا كاين عندنا ستيغمات ولو ستيل ولوفير، ستيغمات ستيل اوفير، ستيغمات ستيل اوفير. اذا هنا ليبر، شفتوهم ليبر كل وحده بوحده. اذا هنا غادي نقولوا بانه بما ان عندنا 3 ديال لي ستيل و3 ديال لي ستيغمات ليبر، دونك راه كاينين 3 ديال لي ثلاثة ديال لي كابيل ليبر. ولكن هنا قلنا بحال مثلا عند الليمون، فحنا تيبان لينا بانه كاين عندنا ستيغمات واحده وعندنا ستيل واحد و اوفير واحد، ولكن لا، هما راهو مجموعه ديال لي كابيل سودي. دونك فاش نقطعو حنا هذيك الفاكهه ولا فاش نقطعو لوفير، تيبان لنا مثلا 10 ديال لي لوج، يعني 10 ديال الغرف مثلا. اذا هادوك 10 ديال لي لوج، راه كل لوج راه عنده واحد لو ستيل ديالو، يعني كل لوج راه عباره على اوفير 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 اوفير، مجموعه ديال لي زوفير يعني ملتحمين فيما بينهم. دونك بما انه عندنا 10 ديال لي لوج، دونك راه عندنا 10 ديال لي كابيل، دونك راه عندنا 10 ديال لي ستيل سودي. هاد البيض هذا هما لو ستيل، حنا تيبان لينا واحد، ولكن هما في الاصل راهم 10 سودي يعني ملتحمين. و 10 ديال لي ستيغمات، حنا هاد اللي بالصفر، دونك تتبان لينا حنا ستيغمات واحده، ولكن هما في الاصل راهم 10 ديال لي ستيغمات سودي. إذن هنا تندوي قلنا على غامو كاربيلي. ندوزو دابا ندوي على لي لوج. شنو هما لي لوج؟ لي لوج بحال قلنا الغرفه، دونك هذيك الكابيل شحال فيها من غرفه صافي، يعني هذيك الكابيل شحال تيكون فيها من غرفه. دونك فاش تكون عندنا واحد لو كابيل اللي هي سوليتير، دونك كابيل سوليتير، كيفاش سوليتير؟ يعني كابيل واحده، الزهره هذيك الزهره عندها يعني كابيل وحده، دونك بما ان عندها كابيل وحده، دونك راه غادي يكون عندها يعني لوج واحد او لا اون لوج. بحال هنا مثلا الجلبانه، دونك هذه هي الكابيل
صافي، ها هي تتكون لي من لوفير، هذا هو لوفير المبيض، هادو لي زوفيل، ثم عندنا لو ستيل، ثم لو ستيغمات. دونك هنا هاد لو كابيل هادي راها كابيل يعني وحده. شوفوا شحال من لوج كاين عندنا، بحال قلنا شحال من غرفه كاينه، كاينه وحده هي هادي اللي تيكون وسط منها هادوك الحبوب ديال الجلبانه، فهم؟ دونك ملي تتكون عندنا كابيل سوليتير، دونك راه تتكون تتكونينا من اون لوج، صافي. دونك وندوزو دابا نشوفو يعني لي كابيل سودي. دونك فاش تيكونو عندنا لي كابيل سودي، يعني ثلاثة ديال لي كابيل ولا أربعة ديال لي كابيل سودي يعني ملتحمين، هنا تيكونو عندنا جوج ديال الحالات. الحالة الأولى هو أنه كاين دي كابيل راهم ثلاثة ديال لي كابيل سودي، ولكن تيكونو لينا إين لوج، غرفة وحدة. بحال مثلا هنا، هنا هادو راه ثلاثة ديال لي كابيل، ها وحدة، شوفو هاد لي زوفيل فين لاصقين، لاصقين كلهم هنا. إذا هنا غادي نسنتو بأن هادي راها كابيل. هنا تاني شوفوا لي زوفيل في لاصقين، هنا غادي نسنجو بان هادي راه كابيل. شوفوا هنا تاني غادي نسنجو بان كابيل، ولكن لا تلاحظوا شحال من لوج عندنا، شحال من غرفه كاين عندنا. فهنا وحده، بحال قلنا كاين وحده يعني الغرفه واحده، فهنا تندوي على اون لوج اي تخوا كابيل. دونك اون لوج اي تخوا كابيل، دونك دي كابيل سودي، ولكن ما كاينش بيناتهم واحد الحاجز، صافي. على عكس فاش يكون عندنا مثلا هنا 3 كابيل سودي و 3 لوج، دونك 3 لوج اي 3 كابيل، صافي. هنا فاش يكون بيناتهم يعني واحد الحاجز تيبين لنا بانه تيعطينا مثلا 3 ديال الغرف، هما راهم 3 ديال لي كابيل، 3 ديال لي كابيل سودي و 3 ديال لي لوج. دابا غادي ندوزو ندوي على لا بلاسونطاسيون. لا بلاسونطاسيون هي لا بوزيسيون ديال لي زوفيل وسط لوفير او لا وسط الكابيل، يعني لي زوفيل هذوك البويضات كيفاش تيكون التموضع ديالهم وسط من هذيك لوفير. دونك اولا كاينه كاين بزاف ديال لي بلاسونطاسيون، غادي نشوفو يعني شي وحدين حنا اللي مهمين. كاينه لا بلاسونطاسيون باريتال. دونك شنو هي هاد لا بلاسونطاسيون باريتال؟ لا بلاسونطاسيون باريتال هما هاد لي زوفيل تيكونوا لاصقين بحال قلنا في الغشاء الخارجي، تيكونوا لاصقين في الغشاء ديال هذاك لوفير او ديال هذيك اللوج او ديال ديك الكابيل. دونك هاد لا بلاسونطاسيون باريتال عندما تتكون يعني عند لي كابيل اللي تيكون عندهم اون سول لوج، اللي تيكون عندهم اون لوج، اما عند بحال اللي تيكونوا في الكابيل سوليتير، بحال مثلا الجلبانه كابيل راها كابيل سوليتير. كيفاش كابيل سوليتير؟ يعني عندها كابيل وحده ولوج واحد، او لا لوج يعني الغرفه واحده. دونك هنا تتكون عندنا لا بلاسونطاسيون باريتال، يعني هادوك لي زوفيل الجلبانه حنا فاش نقيوها فين تلقاو هادوك الحبوب لاصقين؟ لاصقين يعني في الغشاء، يعني بحال قلنا لاصقين في الغشاء ديال هذيك لوفير، فهم؟ او وهنا تاني مثلا هنا راهم ثلاثه ديال لي كابيل سودي، ولكن تيكونوا لنا اون لوج. هنا تاني شوفوا ثلاثه ديال لي كابيل، ها كابيل، ها كابيل، ها كابيل. الكابيل تنحددوها بلا بلاسونطاسيون ديال لي زوفيل، شوفوا لي زوفيل في لاصقين. دونك هنا تيكونوا لنا يعني لوج اون سول لوج، ولا بلاسونطاسيون ديال لي زوفيل هي بلاسونطاسيون باريتال، شوفوا لي زوفيل في لاصقين، لاصقين بحال قلنا في الغشاء، فهم؟ فهنا تندوي على البلاسونطاسيون باريتال. كاين هنا نشوفوا يعني مثال ديال الفواكه، بحال مثلا البطيخ، حنا كلنا عارفين البطيخ، فمثلا فاش تنقطعوه كيفاش تلقاو هادوك اللي سميتهم، كيفاش تلقاو هادوك لي زوفيل؟ تلقاوهم لاصقين يعني في بحال تيشوفوا على برا، فهم؟ يعني لاصقين بحال قلنا في هذاك في الغشاء. المهم راه باينه، راه البلاسمونطاسيون باريتال راه باينه في الصور، كاينش كيفاش نزيد انا نشرحها. دونك هنا قلنا البطيخ مثلا هما راهم ثلاثة ديال لي كابيل سودي، ولكن تيكونوا لينا اون سول لوج. هنا مثلا ديال الخيار، الخيار حتى هو بلاسونطاسيون باريتال، شفتوا لي زوفيل كيفاش تيكونوا لاصقين؟ تيكون لاصقين هكا يعني على اليسار وعلى اليمين، فهذه هي بلاسونطاسيون باريتال. كاينه ثاني بلاسونطاسيون اكسيال او لا اكسيل. لا بلاسونطاسيون اكسيل يعني تتكون عند لي كابيل اللي تيكونوا سودي، واللي تيكونوا لينا يعني مثلا بليزيور لوج، يعني ثلاثة ديال لي كابيل سودي وثلاثة ديال لي لوج، أربعة ديال لي كابيل سودي وأربعة ديال لي لوج. وهادوك لي زوفيل تيكونوا تيشوفوا فيغ لو سونتر، شوم تيشوفوا للداخل،
فهنا تندوي على بلاسونطاسيون اكسيل كما تلاحظون، هما ثلاثة ديال لي لوج، ثلاثة ديال لي كابيل سودي، ها واحد ها جوج ها ثلاثة، ولي زوفيل كلهم لاصقين لينا الوسط. فهنا تندوي على بلاسونطاسيون اكسيل. كاينه بلاسونطاسيون سونترال. اشني هي بلاسونطاسيون سونترال؟ هنا غادي تختلف ليكم مع اكسيل، ولكن قلنا اكسيل فاش يكونوا عندنا بليزيوغ كابيل سودي او لا بليزيوغ لوج صافي. اما هنا لا بلاسونطاسيون سونترال عندنا اون سول لوج، شوفوا عندنا اون سول لوج، و لي زوفيل تيكونوا لاصقين فيغ لو سونتر. هنا شو دونك هنا اون سول لوج و لي زوفيل تيكونوا لاصقين فيغ لو سونتر، فهنا تندوي على بلاسونطاسيون سونترال. دونك كيما قلت لكم كاين بليزيوغ بلاسونطاسيون، غادي نشوفوا هنا بعض الامثله. مثلا هنا ابيكال، شوفوا لاصقه الفوق لي زوفيل في لاصقه الفوق، بازال يعني لي زوفيل تيكونوا لاصقين لتحت في لا باز، اكسيل كيما قلت لكم دونك تخوا ديال لي لوج و لي زوفيل تيكونوا فيغ لو سونتر، سونترال تيكون عندنا اون سول لوج، شفتو اون سول لوج لي زوفيل تيكونوا تيشوفوا فيغ لو سونتر. كاينه باريتال، ها هي باش توضح لكم، شفتو تيكون لاصقين هنا في الفيغ بحال قلنا في الغشاء، ثم لامينال، ثم مارجينال، اكسيتيرا. دونك كاين بليزيوغ بلاسونطاسيون. ندوزو دابا نشوفو لي تيب دو فخوي. كيما اذا لي تيب دو فخوي كاينين دي فخوي سامبل، هنا كاينين دي فخوي سامبل، كاينين دي فخوي ملتيبل، كاينين دي فخوي كومبلكس، وكاينين دي فخوي كومبوزي. بالنسبه للي فخوي سامبل تينقسموا لدو تيب، كاينين لي فخوي سيك ولي فخوي شارني. لي فخوي سيك هما الفواكه الجافه، لي فخوي شارني هو لي دروب و لو بي، يعني هو اللي تيكون عندهم هذاك لو بيريكارب، يعني هذاك الغشاء ديالهم تيكون رطب. فهم هادي هنا تندوي على فخوي شغني. وبالنسبه للي فخوي سيك هو داك لو بيريكارب ديالهم تيكون قاسح، يعني الفواكه الجافه. فهاد الفواكه الجافه تنقسموا حتى هما لدو تيب، الفواكه اللي هما ان ديسون واللي فخوي ديسون. شنو هما لي فخوي ديسون؟ هما لي لي فوليكول، لي غوس، لي كابسول، لي سيليك، يعني هادوك لي فخوي اللي تيكون عندهم واحد الشق، يعني واحد الفتحه منين تيتفتحوا، يعني تيتفتحوا اوتوماتيكمون، هادو اللي تنسميوهم دي فخوي دي سون. يعني مثلا ابخي لا ماتوراسيون، يعني هادوك اللي فخوي تيتفتحوا تيكون عندهم واحد الفتحه ولا واحد الشق منين تنحلوهم، بحال الجلبانه مثلا اكسيتيرا. فهنا تندوي على دي فخوي سيك دي سون. وكاين دي فخوي ان دي سون اللي هما لي زاكين ولي كاريوبس، يعني البذور ولي كاريوبس، يعني الحبوب، بحال مثلا يعني القمح والذرة، ويعني والزريعة حنا اللي تنعرفو اكسيتيرا. فهنا هادوك يعني هادوك الحبوب فهما سون دي فخوي سيك، يعني هادوك لو بيريكارب ديالهم تيكون قاسح، وزائد انهم ما عندهمش يعني شي شق منين انهم تيتفتحوا. دونك هنا تندوي على دي فخوي عندي سون. بالنسبه لي فخوي ملتيبل دونك بولي دروب، بحال قلنا بليزيو فخوي تيكونوا مجموعين، دونك فخوي بلس فخوي بلس فخوي، بليزيو فخوي تيكونوا تيتجمعوا باش يعطيونا فخوي وحده. هنا تندوي على فخوي ملتيبل. بالنسبه لي فخوي كومبلكس، لي فخوي كومبلكس دونك كيما شفنا حنا في من قبل كاع، قلنا بان لوفير المبيض هو اللي تيعطينا الفخوياك، وهذيك لوفيل يعني البويضه هي اللي تعطينا الجرين. هادشي اللي حنا عارفين، هادشي اللي شفنا يعني في الاول ديال الشرح. بالنسبه للي فخوي كومبلكس فماشي لوفير هو اللي تعطينا الفخوي، وانما هذاك لو ريسيبتاكل فلورال، هذاك لو ريسيبتاكل فلورال اللي دوينا عليه، يعني اللي تتكون محطوطه فوق منه لوفير، هذاك لو ريسيبتاكل فلورال هو اللي تتطور وتعطينا فاكهه. فملي تيكون المصدر او ديال الفاكهه هو لو ريسيبتاكل فلورال، فهنا تندوي على فخوي كومبلكس. مثال ديال التفاح، دونك هاد التفاحه راه ماشي لوفير اللي تناكلو، ماشي بحال مثلا الخوخ ومطيشه والمشمش، راه لوفير هي اللي تناكلو، ولكن هنا التفاح والفريز راه ماشي لوفير اللي تناكلو، وانما تناكلو هذاك لو ريسيبتاكل فلورال. غادي نشوف واحد المثال باش نفهمو اكثر. ثم كاين عندنا فخوي كومبوزي. بالنسبه للفخوي كومبوزي هي نتيجه ديال انفلوريسونس. كيفاش انفلوريسونس؟ يعني بليزيور فلور تجمعوا باش يعطونا فاكهه واحده. غادي نشوفوا دابا هنا مثال. دونك هادي فخوي يعني سامبل صافي، فخوي سامبل يعني هذا هو لوفير، هذا هو المبيض، ها هو تطور عطانا فاكهه، وهذوك لي زوفيل هما اللي عطاونا يعني
عطاونا دي غرين، يعني عطاونا حبوب اللي هما اللي تنزرعوا اكسيتيرا. فقلنا ملي تيكون لوفير هو المصدر ديال الفاكهة، فهنا تندوي على فخوي سامبل. هنا كما تتلاحظوا، شوفوا هنا هادوما لي سيبال، هذا هو لو ريسيبتاكل الفلورال، وكاينين فوق منه لي زوفير، هما هادوك اللي بصفر. فهاد لو ريسيبتاكل الفلورال هو اللي تطور وعطانا هذيك الفاكهه، هذاك الشيء الاحمر يعني ديال الفريز اللي حنا تناكلو، راه تناكلو غير لو ريسيبتاكل الفلورال. وهادوك النقط، هادوك النقط الصفرين، يعني دوك الحبيبات الصفرين اللي تيكونوا لاصقين فوق من الفريز، فهادوك هما لي زوفير، هادوك هما لي زوفير، مفهوم؟ دونك حنا تناكلو يعني لو ريسيبتاكل الفلورال. فهنا تندوي على فخوي يعني كومبلكس. بالنسبة للفخوي كومبوزي، مثال ديال الكرموس، حنا كنا عارفينه. فهاد الكرموس هذا راه ماشي فلور وحدة اللي عطاتنا هذيك الكرموسة حنا اللي تناكلو، وإنما بليزيور فلور، يعني هادي فلور وهادي فلور وهادي فلور وهادي فلور وهادي فلور وهادي فلور، بليزيور فلور تجمعو وعطاونا فاكهة وحدة. هنا تندوي على فخوي على فخوي يعني كومبوزي. فهذا الشيء اللي كاين يعني بالنسبه لهاد هذا. اذا كما قلت لكم، شفنا يعني في الاول شفنا لاباري فيجيتاتيف، شفنا ثم لاباري بروديكتور، شفنا فيها لاباري بروديكتور مال، لاباري بروديكتور فيميل. يعني اللي نوصيكم عليه هو ضروري ضروري ومؤكد انكم خصكم تحفظوا وتفهموا هاد التسميات هادو، يعني حفظوهم وفهموهم وهردوهم، باش فاش غادي نشوفوا ان شاء الله لي زونجو سبيرم هادوك لي فامي، فما غاديش تلقاو يعني مشكل فاش غادي تبقاو نشوفوا هاد التسميات، لانهم هما باش غادي نبداو نتعاملوا يعني طيله هذوك لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونجوسبيرم او ديال النباتات الزهريه. فهاد الشيء اللي كاين يعني في هذا الفيديو هذا. اللي ما فهمش شي حاجه ولا اللي عنده شي اسئله يخليهم لي في التعليق. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو الى عجبكم الشرح، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستفيد ان شاء الله. اللي باقي ما شارك في القناة يشارك في القناة، حاولوا تدعمونا باش اننا نزيد نقدم يعني المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.